رحبت الولايات المتحدة باتفاقية السلام بين السودان وحركة التحرير والعدالة المتمردة من دون مشاركة حركة التمرد الكبيرة في إقليم دارفور، ودعت الفصائل المسلحة الأخرى للانضمام إلى الاتفاقية التي وقعت في الدوحة من بعد 30 شهرا من المفاوضات. نؤكد التزامنا التام بإمضائها وتنفيذ مطلوباتها والانطلاق بها نحو عهد جديد في دارفور. الوثيقة نصت على تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركة دارفور والتصدي لقضايا أساسية للنزاع. صحيح أن توقيع طرفين أساسيين على الاتفاقية يؤسس لسلام، ولكن هل لا يزال الطريق طويلا أمام حل نهائي في ظل رفض أطراف أساسية مسلحة التوقيع حتى هذه اللحظة؟ الاتفاقية كانت قد حددت مهلة 3 أشهر لالتحاق حركات دارفور بها، والتي رفضت التوقيع على وثيقة السلام واعتبرتها ناقصة ولا تعالج جذور المشكلة بالإقليم كمسألة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان.